توقف القتال في عدن منذ أكثر من سنة بقليل، لكن الوضع لا زال متوتراً، فالجرحى لا يزال يتوافدون باستمرار إلى مستشفى أطباء بلا حدود، وقد وصلت آخر مجموعة من الجرحى يوم 29 من أغسطس آب الماضي. أول ما سمعنا صوت الانفجار بحكم موقع الانفجار كان قريب، نحن مباشرة جهزنا أنفسنا كما هو معتاد، خلال 10 دقائق تم تجهيز جميع المناطق الحمراء والصفراء والخضراء، وبالتالي بدينا مستعدين، وأول ما وصلتنا الحالات كنا مجهزين مستعدين، واستقبلنا الحالات وتم التعامل معها، واستقبلنا في ذاك اليوم حوالي 46 قتيل و60 جريح. فتحت معظم مستشفيات المدينة أبوابها من جديد، وباتت الرعاية الطبية متوفرة مقارنة مع السنة الماضية، لكن الوضع لا زال غير مستقر أبداً. بالنسبة لنا في العام الماضي كنا نستقبل الحالات الإصابة الجماعية بالإضافة إلى جميع أنواع الحالات، بحكم أن السنة اللي فاتت كان تقريباً جميع المستشفيات الموجودة في عدن شبه مشلولة، احتياج بالنسبة لعدن يوجد احتياج بكثير من الأشياء، بحكم أن المستشفيات لدينا مستشفيات حكومية مستشفيات خاصة، ونجد أن بعض الأحيان تواجه الكثير من العجز والنقص في كثير من المتطلبات لديها، فلهذا يوجد تقصير في أداء القطاع الصحي في محافظة عدن. تم تحويل بعض المرضى الذين استقبلتهم فرقنا في عدن من مدينة تعز التي تبعد حوالي 200 كيلومتر والتي يصعب الحصول فيها على الرعاية الطبية أكثر من هنا، وتدعم أطباء بلا حدود العديد من مستشفيات المدينة بما فيها مستشفى التربة. بالنسبة للأماكن في هنا الطرق مقطوعة، بالنسبة في أماكن وعرة فالمريض يصل بشق الأنفس، فبعض الحالات تتوفى في الطريق قبل أن تصل إلى المشفى. تقع منطقة التربة في ضاحية مدينة تعز ويقطنها 30,000 نسمة، ومع ندرة المرافق الصحية في المنطقة يقدم مستشفى التربة الرعاية لما لا يقل عن 100,000 نسمة. امتلأت مراكز مايدوغوري الصحية عن آخرها ودون انقطاع منذ فصل الصيف، وفي مايموساري تقدم الفرق خدمات الفحص الخارجي لنحو 3,000 امرأة وطفل كل أسبوع، ومن بين أكثر الأمراض انتشاراً الملاريا وسوء التغذية والإسهال، ويعتبر الإسهال مؤشراً للاستعداد لتفشي محتمل للكوليرا. ويقدم مركز كوانجي للتغذية العلاجية المكثفة الرعاية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، حيث تبقى الأسرة البالغ عددها 110 الموجودة فيه مشغولة باستمرار، ويقضي الأطفال الذين يتم علاجهم عن طريق الأنابيب الأنفية المعوية أو الأغذية العلاجية أسبوعاً كاملاً بالوحدة. وما زالت الأزمة الغذائية التي تضرب المنطقة مستمرة في ظل استمرار انعدام الأمن الذي يحول دون استغلال الأراضي الزراعية، وقد بدأت تظهر موجة من الغضب بين النازحين الذين لم يحصلوا على أي مساعدات غذائية خلال الشهرين الماضيين في مايجوري. يعيش 10 ملايين شخص في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، ولمنع تفشي وباء الحمى الصفراء الذي ضرب إفريقيا الوسطى في بداية السنة أطلقت السلطات حملة للتطعيم. وبعد تطعيم 350,000 شخص بماتادي على الحدود مع أنغولا، وصل عدد الأشخاص الذين قامت فرق أطباء بلا حدود بتطعيمهم في العاصمة إلى 710,000 نسمة. انتظرت دوري لوقت طويل لأنني كنت أعرف أن الوباء حصد العديد من الأرواح في أنغولا، جئت لأحمي صحتي، انتظرت بكل صبر لأحصل على التطعيم قبل العودة إلى البيت. تقتل الحمى الصفراء التي لا علاج لها بين 15 و50% من المصابين بأشد أشكال الداء حدة، وقد تأكد وجود 74 حالة إصابة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت بينها 16 حالة وفاة. ويعتبر التطعيم ومحاربة البعوض التي تنقل الداء من أنجع السبل لتفادي سقوط المزيد من الأرواح.
تعتبر مقاومة المضادات الحيوية من مشاكل الصحة العالمية، لكنها تأخذ أبعاداً مخيفة في البلدان ذات الموارد المحدودة، حيث تضعف الأنظمة الصحية وتغيب أنظمة الصرف الصحي ولا توجد قوانين لضبط وصف المضادات الحيوية للمرضى. ففي البلدان المتقدمة اقتصادياً لا يحتاج الأمر إلا إلى بضعة اختبارات داخل المختبر لتحديد البكتيريا المسببة لأي مرض. وهذه الاختبارات يمكن إجراؤها في أي بلد قادر على توفير مصدر موثوق للمياه والكهرباء ودرجة حرارة يمكن التحكم فيها ومكان خال من الغبار والرطوبة، علاوة على الموارد البشرية المؤهلة والمعدات والمواد المطلوبة. وهي كلها شروط تغيب أو يصعب توفرها في كثير من البلدان التي تعمل بها أطباء بلا حدود. وفي غياب أدوات التشخيص الدقيقة لتحديد طبيعة المرض، وفي ظل عدم وجود ضوابط قانونية لمراقبة الوصفات الطبية، دأب الأطباء لسنوات طويلة على وصف مضادات حيوية يمكنها القضاء على فئة واسعة من البكتيريا. وهذا ما أدى إلى ظهور ما يسمى بمقاومة المضادات الحيوية، الذي أصبحت معه معالجة أمراض مثل التهاب السحايا والجفاف والتهاب الرئة والتهابات الدم في غاية الصعوبة. ولمواجهة هذا الوضع تطور أطباء بلا حدود حالياً مختبراً محمولاً يتمتع بكل خصائص المختبر العادي، لكن مع إمكانية التكيف مع البيئة التي يستخدم فيها، وسيكون من الضروري أن تتوفر فيه مواصفات معينة، ومنها مقاومة الحرارة والرطوبة، سهولة الاستخدام حتى يعمل عليه كادر تم تدريبه لأيام فقط، صلب ومدمج وبسعر مناسب ويسهل نقله. وسيمكن هذا المختبر من إجراء فحوصات أفضل وتوثيق حالات المقاومة للمضادات الحيوية. وسيستخدم هذا المختبر خاصة لدى المواليد الجدد والأطفال، حالات سوء التغذية والإصابة بفيروس الإيدز بالدرجة الأولى وجرح الحرب. ويتوقع أن يستمر مشروع المختبر المصغر الذي ينجز بتعاون مع هيئات عمومية وشركاء من القطاع الخاص لعدة سنوات. وتحتاج المرحلة الأولى من المشروع تحديد أفضل الابتكارات واختبارها ميدانياً قبل صناعة نموذج أولي للمختبر المحمول الذي سيستخدمها. كان لدينا مريض من الطائفة اليزيدية فقد عقله تماماً بسبب ما عاناه من تعذيب خلال سنة كاملة على يد تنظيم الدولة الإسلامية. أعني أنه لم يكن يعي ما يدور حوله ولا يستجيب أو يشارك في الحياة اليومية. ورغم وضعه هذا أصر أخوه وزوجته وابنهما على اصطحابه معهم خلال رحلة اللجوء، وهكذا انتهى به المطاف في اليونان. أعطيناه أدوية لإخراجه من وضعه النفسي، لكنه عاش تجربة نفسية قاسية. اضطررنا بعدها لإدخاله لمستشفى يوناني، غير أنها كانت كباقي مستشفيات البلاد وكاليونان نفسها تعاني من مشاكل مادية كبيرة وغير قادرة على رعاية مريض يحتاج إلى من يضمن سلامته. الرجل لم يكن يعي ما يفعل وقد يهرب ويتوه. كان علينا إذن أن نحرص على وجود أحد منا معه على مدار الساعة. لم تكن الأبواب تقفل ولم يكن هناك عدد كاف من الممرضين، ولم يكن الطبيب المعالج حاضرا إلا نادرا، علاوة على غياب مترجم في المستشفى، مما اضطرنا لاصطحاب واحدا معنا. لم يكن الطعام متوفرا واضطررنا لاستئجار كراسي لمرافقيه. كان الأمر رهيبا وأنا أشعر أنني مسؤولة عن هذا الوضع، وهذا ما جعلني أتحدث عنه. أنا غادرت المكان لكنه لا يزال هناك في ذلك المستشفى وفي نفس الظروف في غياب أي رعاية حقيقية. أظن أنه من العار إخضاع شخص مثله لوضع كهذا بعد كل ما مر به. لم يجدوا سبيلاً للسيطرة عليه سوى بتقييده. لابد أن الأمر لا يحتمل بالنسبة لشخص قضى سنة في القيود. حاولنا شرح الأمر لهم، لكن السبيل الوحيد بالنسبة لهم للسيطرة على شخص ما هو بتقييده.